يا أهلا فيكم من جديد. تكررت في الآونة الأخيرة العديد من حوادث احتراق المنازل، وذلك نتيجة استخدام بعض الشواحن المقلدة أو رديئة التصنيع للهواتف المحمولة. هذا الأمر للأسف خلف الكثير من الوفيات والإصابات بين العوائل داخل المباني السكنية. خلونا نشوف هذا التقرير، بعد ذلك راح نطرح الملف من كل أطرافه. من سابق الأعوام إلى يومنا هذا نسمع ونرى ويحكى لنا حوادث مأساوية، ولكن ليست كأي حادثة. صديق الليل خان صاحبه وهو في موتته الصغرى قبل أن يصبح وتكون الكبرى. هذه الحكاية هي عن شاحن جوال. هذا الشاحن أدى إلى وفاة آخر الضحايا، أسرة كاملة حقيقة، ولكنها غريبة. من نلوم؟ هل هو المستهلك أم حماية المستهلك؟ علينا الآن أن نقف حدا للجشع التجاري. وأخيرا، هي المقادير والأحكام جارية، وللمهيمن في أحكامه حكم. يعني الأيام اللي فاتت يمكن تداولت وسائل الإعلام بعض الأخبار لبعض الأحداث المؤسفة والاحتراق لبعض المنازل اللي راح ضحيتها بعض الأسر، وبالتأكيد هي وقائع مؤلمة. ولكن خلونا نتحدث عن السبب الرئيس في حصول مثل ما حصل من احتراق لهذه الشواحن، وبالتالي نستعرض الموضوع من كل الجوانب. وينضم معنا في الاستديو الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبد الرحمن القحطاني، كذلك انضم معنا الخبير التقني المهندس سعود الخميس، أيضا سيكون معنا بعض المداخلات الهاتفية حول هذا الموضوع. أبدأ معك دكتور عبد الرحمن. عادة مثل هذه ما يحصل من احتراق لشواحن الهواتف المحمولة تكون نتيجة لاستخدام شواحن مقلدة وليست أصلية موجودة في السوق. نعم. وبالتالي الحديث يقول وين دور حماية المستهلك في هذا الجانب؟ هل دوركم رقابي ولا توعوي ولا وينكم في الساحة؟ طيب، أولا حقيقة شكرا على هذه الاستضافة، ونعتقد في نقطة مهمة قبل أن ننطلق في دور الجمعية في هذا الجانب، وهي أن الجمعية مؤسسة مجتمع مدني، منظمة غير ربحية، وبالتالي دائما الجمعيات في كل دول العالم لا تمتلك صلاحيات الضبط الجنائي، ما يسمى بالضبط الجنائي أو الضبط الإداري، بمعنى أنا لا أمتلك الصلاحية أني أقفل هذا المحل أو أغرم هذا المحل. هذا دور القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة التجارة فيما يتعلق بالغش والتقليد. لكن لدينا يعني اختصاصات أخرى وهي من مضامين أعمالنا، من أهمها وهو ما نركز عليه حقيقة بشكل كبير جدا، اللي هو قضية توعية المستهلك. ونحن من حين لآخر ما يكاد يمر خلينا نقول أسبوعين أو ثلاثة إلا ونوعي المجتمع من خلال التويتر والحسابات الإعلام الاجتماعي وبالخروج في القنوات التلفزيونية وغيرها والإذاعية بأهمية تجنب شراء المنتجات المغشوشة والمقلدة، خصوصا أن احنا نشهد في السوق السعودي انتشار ضخم كبير جدا. أنا أقولها بدون أي تحفظ، هناك انتشار كبير جدا يكفي لأي شخص يدخل محلات ما تسمى محلات أبو ريالين ومحلات الكماليات ليجد الكثير من المنتجات المغشوشة مجرد النظر والغير مطابقة للمواصفات. فهذا جزء نقوم فيه وبشكل مكثف من حين لآخر. نحن عملنا أكثر من ورشة عمل وأكثر من لقاء مع القطاعات المعنية، سواء مع وزارة التجارة، مصلحة الجمارك، هيئة المواصفات والمقاييس، كان آخرها تقريبا العام الماضي عملنا ورشة عمل متكاملة شاركت فيها معظم القطاعات الحكومية المعنية بمكافحة الغش التجاري، وأوصلنا صوتنا إليهم وذكرنا أنه واحدة من المعوقات الرئيسية في المملكة العربية السعودية أن الأنظمة واللوائح ضعيفة جدا. يعني أقصى عقوبة لشخص
يمارس الغش التجاري في قطع غيار السيارات التي قد تؤدي إلى وفيات وإعاقات، أو أجهزة كهربائية لوفيات زي ما شاهدنا في إحدى دول الخليج، عائلة واحدة 8 أشخاص توفي بسبب شاحن مقلد. أقصى ما يمكن أن يحصل يعني يعاقب فيه سجن لمدة أعتقد 2 أو 3 سنوات وغرامة 1,000,000 ريال. فهذه حقيقة أنا أعتقد أنها ضعيفة جدا. يعني القضية هل هي مطبقة؟ يعني شوف، إذا كان عندنا نظام وعندنا قانون نتحدث عنه في مكافحة الغش التجاري، وين تطبيق هذا النظام؟ وين الرقابة عليه؟ يعني أنا أقول لو طبق بصرامة هذا النظام وهذا القانون من قبل وزارة التجارة كان افتكينا من كل هالبضائع المقلدة بالتحديد اللي تهدد حياة الناس. صحيح. احنا في عملنا دراسة احنا في الجمعية، وجدنا بحثنا في التجارب الدولية وبحثنا في المملكة العربية السعودية، وجدنا ان هناك 15 ثغرة وفجوة يجب ان تسد من قبل القطاعات الحكومية لمواجهة الغش التجاري. زي ما ذكرت لك، من ابرزها ضعف الأنظمة واللوائح، ويفترض انه في بعض الحالات ان تعامل كقضايا جنائية. شخص تسبب في مثلا خلينا نقول استخدم قطع غيار مثلا الفحمات وأدت إلى وفيات، هنا ما تعامل مع قضية بسيطة، قضية جنائية. من هو التاجر اللي أدخل هذا المنتج؟ وبالتالي قد يكون الموضوع أعلى بكثير من مجرد أني غرامة أو سجن. فهذه نقطة. من الثغرات الأخرى قلة الكوادر، ضعف الرقابة، والرقابة ضعيفة جدا. وأرجع وأقول أنه لو يدخل أي شخص يمتلك أبجديات يعني المعرفة بمعرفة الغش والتقليد المنتجات، ممكن أن يجد أعداد مهولة جدا في محلات بريالين. كيف دخلت كيف صنعت هنا في المملكة العربية السعودية؟ هناك كثير من الثغرات، ولعله إذا في وقت. طيب خليني أروح للجانب التقني. مهندس سعود مساك الله بالخير. خليني أبدأ معك في هالجزئية، يعني احتراق شواحن الجوال اللي قاعدة تصير والحوادث اللي سمعنا عنها. يعني من ناحية تقنية هذه الشواحن عادة ما تكون شواحن مقلدة. صحيح. بالتالي السؤال يطرح نفسه، كيف يفرق المستهلك المستخدم يعني ما بين البضاعة المقلدة وغير المقلدة في الجوال بتقنية مثل شواحن الجوال؟ أول شيء خلينا نحللها تحليل. أحيانا ما يكون السبب أصلا من الشاحن أو الكابل، أحيانا ممكن يكون من الفيش اللي على الجدار أو الأدابتر المستخدم أو التوصية المستخدمة. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا أنت عندك مثلا متجر كتاجر أو كمستهلك، وشون تعرف أن هذا الشاحن معتمد ولا لا؟ في الـ MFI هذا الشيبس داخل الكابل ينظم الدوائر الكهربائية. لو تدخل MFI.apple.com راح تحصل الشركات ولستة الشركات المعتمدة من عند أبل. وبالتالي هذا أسرع حل وأحسن حل عشان الواحد جاي يشتري يدخل موقع أبل ويشوف وش الشركة المعتمدة. لأن الشاحن أصلا في نظام الآي أو إس إذا شبكت أي كابل مقلد يقول لك إنه ما يدعم. وفي بعضهم قدروا يتجاوزونه بس راح يشتغل معهم تقريبا شهر بعدين يخرب. لكن من الأفضل إنك تروح مصدر موثوق، الشركات المعروفة، مثلا تشتري كابل أبل نفسه، أو إذا تتكلم عن أندرويد تشتري من الشركات المعروفة زي جريفن، بيلكن ولا آخره. ولازم يكون فيها المنظم هذا حق الكهرب عشان ما يسبب كارثة. وفي شيء ثاني اللي هو الشاحن، أنا تكلمت عن الكابل. الشاحن اللي تشبك فيه الكابل هذا فيه بارت نمبر معروف في السوق، ويعرفونه طبعا التجار ومستهلكين ولا آخره. واللي نفترض أنك ما تعرفه لازم تعرفه، من السهولة يتزيف الكابل. نقول النظام بيلعب دور انه يقول ان الاكسسوار مو بمدعوم، بس اللي ينشبك في الكابل وتشبكه في الكهرب هذا من الصعب انك تفرق فيه. فلازم تروح مصدر موثوق وتشتري منه هذا الشاحن. ولازم تعرف نقطة الواط، يعني الايفون 12 واط، الايفون اسف 5 واط او 6 واط، والايباد 12 واط، وعندك الحين مع الشحن السريع 29 واط. فلا تجيب جهاز أو شاحن ما يناسب الجهاز اللي أنت بتشحن فيه، لأنه بتصير فيه كارثة حتى للجهاز. شكل خطورة؟ شكل خطورة. لأنه أنت تكلم عن هذا الفيش اللي يوضع فيه الكابل حق اليو اس بي حق الشاحن. البعض يتسهل مثلا يجيب لك فيش حق اندرويد ممكن الواط يكون مختلف، هذا يسبب مشكلة أيضا حتى لبطاريات الجهاز، مع أن بطارية الجهاز لها عمر افتراضي طبعا بعد سنة تقل كفاءتها. بس أنا أتكلم أحيانا تجد الجهاز حرارته عالية. صحيح.
يعني إذا استخدمت شاحن الآيباد للآيفون صحيح أنه بيصير أسرع، لكنه يهلك الجهاز إذا ما كان عنده خاصية الشحن السريع. خاصية الشحن السريع ما تدعم إلا الآيفون 8 والآيفون X الجديدة، عشان كذا طلعوا شاحن 29 واط ويشحنها 5% في نص ساعة. طيب سعود، يعني سمعنا البعض يقول لا تنام وتخلي جوالك بفيش الكهرباء يشحن، لأن هذا شكل خطورة وقد يعني يحترق الجهاز وما يصير كارثة. هذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط، بس شركات كبيرة زي أبل وجوجل والشركات الثانية زي غريفن والآخرة، أنت تستخدم الشاحن خاضع للمعايير العالمية. أنت لو تلاحظ أي جهاز تقلبه تلقى فيه شعارات، شعارات هذه اختبارات، تم اختبار هذا المنتج ومن خلالها أصدروا شهادة، فبالتالي حق هذا المنتج أنك تحط فيه اللوجو حقنا. طبعا في اختبارات بريطانية، في أمريكية، في صينية، وهذه بتجدها حتى الآيفون والأجهزة بشكل عام كلها تخضع اختبارات. المقلدة وش مشكلتها؟ أن الدوائر الكهربائية داخل المنتج نفسه ما فيها حماية أصلا، فبالتالي تجد أنه يحصل انفجار، يحصل خلل، وبالتالي يعني فعلا يا جماعة ترى مو بكلام يقال، لا ترى يهدد حياتكم. صحيح، الموضوع خطير جدا. وحتى لو شفنا القصص اللي صارت مع شركة أبل ولا سامسونج ولا آخره، الشركات تجي تعترف تقول إن غلطنا ولا ما غلطنا. يعني سامسونج اعترفت مشكلة أبل، المشكلة اللي صارت لها قبل فترة، وأبل طبعا صار سوء استخدام، ما صار من جهاز أبل نفسه. يعني فبالتالي المستهلك أو التاجر ولا آخره، هذه سوء استخدام، لأنه قاعد يلخبط في الواط ويأخذ كيبل ما في منظم كهرب. يعني وهذا شيء خطير، يعني تتكلم في واحد شوه وجهه، يعني إذا تكلم يعني وفياته أكبر شيء. طيب إذا ما توفى الشخص أقل شيء بتشوه وجهه ولا بيجيه أي مشكلة، يعني بيخضع عمليات تجميل وحاله يعني. طيب الله يحمي الجميع يا رب. خلينا نروح للمهندس وائل ذياب، معنا باتصال هاتفي، اخصائي المواصفات بالهيئه السعوديه للمواصفات والمقاييس. مهندس وائل مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا اهلا ومرحبا. سؤال، يعني ما دور هيئه المواصفات والمقاييس في موضوع الجوده لهالشواحن اللي نشوفها احنا ومقلده وموجوده؟ وين البعض يتساءل يعني كيف تواجدت مثل هكذا يعني بضاعة مقلدة، وتكلم عن بضاعات الإلكترونية اللي تهدد حياة الناس؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اسمح لي في البداية أعزي أسر وذوي المتوفين، وأسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم. إشارة إلى سؤالك، وين دور الهيئة؟ الهيئة السعودية طبعا دورها تشريعي، دورنا تركز في إصدار مواصفات تختص بالوصلات الكهربائية وبشواحن الجوال وكل ما يتعلق بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وإذا تكلمنا عن أيضا دورنا، لم يتجاوز الموضوع هذا، استشعرنا أنه دورنا يتجاوز، قد نصل إلى سلامة المستهلك. حقيقة مؤخرا نشرنا تحذير كان يتضمن التحذير يعني رسالة أنه قد تكون شواحن الجوال تسبب حرائق، ونشرنا في 11 نصيحة تعمدنا وضعنا فيها كل النصائح اللي نتوقع واللي نعتقد أنها راح تكون إجراء احترازي من خلاله نقدر نحد من الحرائق ومن الوفيات اللي نسمع عنها بسبب حرائق الجوال. لكن إذا تسمح لي لازم نركز أنه شواحن الجوال، لما نقول أنه الحرائق بسبب شواحن الجوال إحنا عندنا أكثر من نقطة. عندنا هل تم توصيل استخدامها بشكل سريع؟ هل الحريق فعلا صدر من الشاحن نفسه؟ هل صدر من توصيلات؟ هل هناك سوء استخدام؟ هل الشاحن مقلد؟ يعني عندنا اكثر من سؤال يجب ان نطرح هذه الاسئله ونجيب عليها، من ثم نقدر نحدد فعلا. طيب ما وين المشكله؟ بس مهندس وائل، ما يتعلق بسلوك المستخدم وإقباله أو استخدامه للأجهزة هذا أمر آخر، لكن ما يتعلق بأنه لماذا وجدت أجهزة لا يعني ما تتطابق مع المواصفات والمقاييس عندنا بالبلد؟ وهذا التساؤل اللي أنا أوجهه لك.
بالفعل بالفعل مسألة وجود الشواحن المقلدة. طبعا خليني أوضح لك بناء على كان في وايت بيبر منشورة من اليو ال مختبرات اليو ال نشروا إنه أن المشكلة هذه مشكلة الشواحن المقلدة هي مشكلة عالمية. فمسألة أنك تنكر وجود شواحن مقلدة في أي بلد هذه مسألة طبعا أنت كأنك تحاول تتغافل عن وجود مشكلة في البلد. لا في كل البلدان هي مشكلة عالمية، بل إنه تم من قبل اليو ال اختبروا 400 شاحن وأخذوها من دول نتكلم عن كندا ونتكلم عن أستراليا ونتكلم عن تايلاند نتكلم عن أمريكا، وجدوا نسبة صادمة، وجدوا أن 99% من الشواحن اللي تم اختبارها مقلدة. مسألة ليش المشكلة موجودة، احنا بحاجة لأن تتضافر الجهود، بحاجة أن جميع الجهات فعلا تبدأ مضاعفة جهودها. أنا لا أشك أن الجهات تعمل، يعني احنا شايفين زميل زملاء في الضيوف، انا مرحب فيهم، ارحب بزملائك في الاستوديو. يمكن ذكروا قبل قليل انه في انه كان في جهود تتعلق بحمايه المستهلك. هيئه المواصفات نشرنا عده نصائح، نشرنا تحذيرات، وضعت على الطرق. في النهايه انت انت في النهايه من الصعب، انا اعطيك مثال، لو ركبت سياره من الصعب انك تقنع او تجبر شخصا يربط حزام الامان، مع أنه حزام الأمان فعلا هو إجراء احترازي له. هي في النهاية ترتبط بعدة أمور، إذا قدرنا نجاوب على عدة أسئلة مثل ما ذكرت لك بإمكاننا بإذن الله نسيطر على مثل هذه القضايا. شكرا لك مهندس وائل الذياب، أخصائي المواصفات بالهيئة السعودية مواصفات المقاييس. أرجع لك دكتور عبد الرحمن، يعني في جزئية جدا مهمة وما زلت أتساءل عنها، لما هل هو يعني كأنه مبرر للاستكنان للقضية أنه وجود شواحن مقلدة في كل دول العالم وهي ظاهرة عالمية، وبالتالي ما يكون لنا جهود في مواجهة مثل هالبضاعات المقلدة في السوق؟ أنا ما أعتقد المهندس وائل يقصد ذلك في سياق حديثة، لكن هو طبعا هذا ليس مبرر إطلاقا. احنا حتى لو تحدثنا عن حجم الغش والتقليد بشكل عام، ليس فقط في الشواحن ولا في الأجهزة الكهربائية ولا في ألعاب الأطفال ولا حتى في الملابس وغيرها من المنتجات، فالحجم كبير جدا. وأرجع وأقول أن هناك خلينا نقول ما يقارب 15 فجوة لابد أن تسد من خلال القطاعات الحكومية. خليني أسرد يعني أبرزها. احنا تحدثنا عن أهمية تطوير الأنظمة واللوائح، ويكون هناك عقوبات صارمة بمعنى الكلمة، خصوصا تلك المنتجات التي تؤدي إلى وفيات وإعاقة. الشق الآخر، إلى الآن وحسب علمي في المملكة العربية السعودية ليس لدينا نظام يسمى نظام التتبع للمنتجات التي تؤدي للحوادث. أعطيك مثال، يعني في الدول الغربية مثلا أمريكا وبريطانيا ومعظم الدول الأوروبية، لو اكتشف أنه مثل الحالة هذه وفيات بسبب مثلا شاحن، الدفاع المدني مع الجهات الأمنية مع التجارة مع كثير من القطاعات المعنية المواصفات والقيس يتتبعوا هذا الجهاز اللي سبب الحريقة، من فين وصل، من اللي دخله إلى السوق، وبالتالي يسحبوا هذا المنتج ويعلن عنه، وثم يغرم ويعاقب اللي أدخل هذا السوق. هذا النظام للأسف ما هو موجود عندنا في المملكة العربية السعودية، وهنا وهذا ثغرة كبيرة. أيضا ذكرنا ضعف الرقابة، والرقابة إشكالية كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية، ولا نريد أن نلقي كثير من اللوم على وزارة التجارة، لأنه أيضا وزارة التجارة ليست يعني المعنية بهذا الجانب، حماية المستهلك ليست سوى وكالة، وكالة صغيرة من وزارة معنية بالتجارة والاستثمار. وحقيقة دائما نحن في الجمعية ما نطالب أن يكون حماية المستهلك هيئة مستقلة وليست تابعة لوزارة التجارة. هذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه وهذا ما نأمل. لماذا؟ لأنه الحاقة بوزارة التجارة هو الخصم وهو الحكم، وهنا تضارب مصالح كبير جدا. وبالتالي نرجع ونقول أن وكالة حماية المستهلك جزاهم الله خير وبيبذلوا جهدهم، لكن لا يزال عندهم قصور شديد، وهو نابع من قلة الموارد وقلة الكوادر. فلا بد أن تستقل الوكالة بجهاز مستقل لوحده، ومارس صلاحيات حماية المستهلك بشكل بدون أي تداخلات أو تضارب في المصالح. أيضا ضعف التنسيق والشراكة مع القطاعات الأخرى، هذا له دور طبعا بلا شك. التاجر هو أكبر بلاء، استغفر الله العظيم، ما درت على الكلمة هذه، لكن بعض التجار هم تجار الموت، هم تجار الموت، وهو يعلم يقينا أن هذا المنتج قد يؤدي إلى الإعاقة والوفيات، وبالتالي هنا خلل في أمانة بعض التجار، وخلل كبير جدا في هذا الجانب. مهم جدا، وذكرناه في أكثر من ورشة عمل ولقاء مع الزملاء في مصلحة الجمارك وغيرها، هناك فجوات تدخل منها هذه الأجهزة وهذه المنتجات وبكميات كبيرة،
أين هذه الفجوات ولماذا لا تسد سواء كانت من خارج المملكة أو من داخل المملكة تصنيع. طيب وأنت كمتابع ومهتم ومختص في هذا الشأن من وين وش هي الفجوات؟ أنا أعتقد أنه هناك فجوتين، ومهما ذكروا الزملاء في القطاعات الحكومية أنهم يبذلون جهودهم، نعم إحنا نقر بأن هناك جهود كبيرة، لكن السوق هو المحك، ونعتقد أن الثغرات موجودة من مصلحة الجمارك بحكم أن هناك كميات كبيرة من المنتجات الموجودة في السوق لا يمكن أن تصنع داخل المملكة، منتجات مغشوشة مقلدة أو غير مطابقة للسؤال. طيب دام تكلمت عن مصالح الجمارك خلنا نأخذ اتصال هاتفي مع الأستاذ فيصل عتيبي المشرف على إدارة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية بمصلحة الجمارك. أخوي فيصل مساك الله بالخير. أهلا أهلا، مساء النور، أمسي عليك أخي الكريم وعلى ضيفك. أنا مرحبا. يعني مصادفة وقت الاتصال بك هو مع الفجوة اللي كان يتحدث عنها فيما يتعلق بمصلحة الجمارك، كيف تدخل هذه البضاعة سواء شواحن جوال أو أشياء إلكترونية أو غيرها اللي مغشوشة وتهدد حياة الناس؟ السؤال المطروح، أين دوركم في الجمارك في منع دخول الشواحن المقلدة للسوق؟ في الحقيقة الشواحن تدخل ضمن السلع الاستهلاكية، ويتم التعامل معها فيما يتعلق بالمطابقة وفقا لقرار معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 5817 تاريخ 8/6/28 هجري القاضي بفسح السلع الاستهلاكية التي ترد للمملكة ويكون موفقا معها شهادة مطابقة للمواصفات السعودية صادرة من جهات معتمدة من جهات الاعتماد في بلد المنشأ فتحا مباشرا داخل الساحات الجمركية مع أخذ عينات عشوائية، لاحظ عينات عشوائية، وإحالتها للمختبرات التي صدر لها قرار الكهانة من قبل وزارة التجارة. لذلك تقوم مصلحة الجمارك بإحالة عينات من جميع الإرساليات التي ترد للمملكة دون شهادة مطابقة للفحص والتأكد من مطابقتها. وعينات عشوائية من الإرساليات التي ترفق مع شهادات مطابقة للتحقق من صحتها وسلامة الشهادات المرفقة. أما فيما يتعلق بالإرساليات المخالفة اللي هي محور الحديث، هناك حالتان صراحة. الحالة الأولى إذا تبين أن المنتجات المستوردة غير مطابقة يتم التعامل مع غير مطابقة المصادر المقيد، يتم مطالبة المستورد بإعادة تصديرها أو إتلافها الورد. هذه إذا كانت المخالفة غير مطابقة، ما نتكلم عن جودة، نتكلم عن غير مطابقة. أما إذا كانت المنتجات مقلدة فلا يسمح بإعادة تصديرها، وإنما يتم مصادرتها وإتلافها وفقا للجان الجمركية، طبعا تعامل كقضية تفعل للجان الجمركية بدورها يتم البت فيها والمستورد على قائمة في قائمة مستوردين على الخطورة ويتم التعامل معه وفق ما تقدر. طيب فيصل كلامك جميل وأنا أشوف نقلة نوعية قاعدة تصير في مصلحة الجمارك، يعني بقيادة معالي الأستاذ أحمد الحقباني، لكن أنا بسألك سؤال، كلامك جميل لكن السوق غرقان بهالبضاعة اللي تقول عن منين وشلون طلعت شلون عدت موضوع الجمارك. انا ودي لو ضيفك الكريم يجي معنا يوم في الساحات الجمركية ويشوف بعينه. العمل عندنا عمل يعني تكاملي، احنا نعمل مع وزارة التجارة مع في هذا الجانب بشكل يعني. طيب انا ما يجيني شك في جهد كبير، لكن السؤال يطرح نفسه، يعني انا ما ابي اجي اشوف عندكم مثلا في 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 الجمارك انه والله كميه البضاعه المصادره المغشوشه او غيرها والمقلده، لكن انا قدامي السوق، شو اروح الجمارك قدامي السوق غرقان السوق بالاشياء المقلده. احنا مؤمنين بوجود هذه المشكله، احنا نحاول كفاح هذه المشكله، لكن احنا نقوم بوفق الاليات الموجوده عندنا، نعمل وضعنا شركات استشاريه بهذا الجانب، مختبرات خاصه، شهادات مطابقه، وما زلنا نبحث عن التطوير والعمل حتى نقضي على هذه الظاهرة. المشكلة موجودة ونحن نعمل، ولكن والتوفيق بيد الله لكل الأحوال. شكرا لك فيصل عتيبي المشرف على إدارة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية مصلحة الجمارك. سعود، في نقطة مهمة، يعني انت عندنا وعي المستهلك، بس لا قد نرمي على المستهلك كل شيء. المستهلك لا شاف قدامه والله شاحن اصلي ب 150 ريال وشاحن ثاني راعي المحل يقول له ترى هذا درجه اولى تمام ب 30 ريال، معلش وش باخذ ابو 30 ريال؟ فبالتالي يعني انا كمستهلك اضطر اني اروح للبيع. ما في شيء اسمه درجه اولى خصوصا في الاشياء التقنيه، يعني ما في شيء مقلد تسميه درجه اولى وثانيه وثالثه.
في شيء أصلي، في شيء مو بخاذ للمقاييس والمعايير العالمية وممكن يكون مشكوك فيها. فالمستهلك عشان ما يصير في المستقبل عنده ضرر أكبر المفترض يأخذ الأصلي. بمعنى أبل آمنا بالله أنها شركة ومعروفة، بس أندرويد في شركات كثير، في سامسونج هواوي ولا آخره. المفترض أنك تشتري شاحن نفس الشركة، لأن مع الأجهزة الجديدة صارت الشركات زي اتش تي سي وهواوي ولا آخره يبيعون الشاحن السريع اللي هو كويك تشارج. فالناس كانت تلجأ للشركات الثانية عشان كويك تشارج، فجت الشركات الحين دعمتها بنفسها حتى في الشحن اللاسلكي اللي نشوفه الحين جديد. طبعا حتى الشحن اللاسلكي فيه 5 واط، فيه 7.5 واط. شكرا لك، وقتنا داهمني الحقيقة، وعارف الدكتور كان عنده بعد نقاط بيتحدث عنها في الجزئية، لكن لعلنا قرعنا الجرس. احنا ما مشكلة يجب أن تحل الجهات. أنا اللي أشعر فيه في بعد تناولنا لها القضية أنه في فجوة موجودة ما بين الجهات، الجمارك، وزارة التجارة، الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. أنا أرى أن هذه الثلاثة الدفاع المدني فيما يتعلق بالحوادث، يعني هذه كلها الأطراف المهمة يا جماعة، في جاب في 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 عدم وضوح. يعني أنا تو كنت أسأل أنه يتم مصادرة، طيب السوق غرقان بالتجاري والمقلد بشكل كبير وبأشياء وبضاعات، يعني عندكم حتى قطع السيارات اللي تهدد حياة الناس. وفي نقطة مهمة، يعني بسرعة 10 ثواني، الشواحن متنقلة، بما أن الشتاء عند الحطب ترى هذا الشاحن ممكن ينفجر إذا قربوا من الحطب. أي لأن الحرارة. والشيء الثاني اشتري الشاحن متنقل ليفصل تلقائيا إذا فل الجهاز. طيب خذوا النصائح التقنية من المهندس سعود الخميس يعطي العافية، الخبير التقني في هالموضوع، خاصة حول شبة الضوء، تقعد تشحن بالباور بانك ما تدري إلا والله قبن عليك وحياتك في خطر. لا تعطينا 10 ثواني يا جماعة، ونعطيك عشان نكون عادل. هو قد يكون ما له علاقة بالغش التقليدي، لكن احنا نصيحتنا دائما لابد أن يكون هناك كواشف للدخان وأجهزة الإنذار الصغيرة اللي تتركب في السقف في البيوت. في مثل هذه الحالة لا سمح الله غش مقلد، بإذن الله عز وجل مجرد أن يكون هناك حريق تشعرك بالإنذار. شكرا لكم على هالإثراء، دكتور عبد الرحمن القحطاني الأمين العام للجمعية حماية المستهلك، مهندس في سعود الخميس الخبير التقني المعروف. فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم.